بنبدأ بموجز الأخبار. المصري يواصل عروضه الطيبة، يفوز على الإسماعيلي بهدفين لكريم العراقي وأحمد جمعة، وطنطا يخطف تعادل قاتل مع المقاولون 2-2 في اللحظة الأخيرة من اللقاء. سموحة بقيادة أحمد سامي يواصل التألق ويفوز على اتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز. والفيفا يعتمد لائحة اتحاد الكرة المصري، واتحاد الكرة يعرضها على الأندية خلال أيام قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. هقول لكم التفاصيل بعد قليل. تدريبات منفردة لأحمد الشيخ وصالح جمعة مع مدرب الأحمال، ودي حاجة محترمة هنتكلم عليها، وراحة سلبية لعيبة الأهلي النهاردة. حازم امام خارج حسابات الزمالك امام الحدود بسبب الاصابه، وعبد الغني يشارك بالقناع بسبب شرخ في الانف. وانتظام الثنائي اسامه فيصل وياسين مرعي ثنائي منتخب الشباب في تدريبات نادي الزمالك. علي معلول بيسجل في فوز تونس وديا على السودان وسط غياب فرجاني ساسي ومشاركه لسيف الدين الجزيري. بعض التقارير التونسية لا نعرف مدى صحتها بتؤكد رغبة الترجي التونسي في تسويق مهاجمه الإيفواري وطارة والتعاقد مع والتر بواليا هداف الجونة. والمنتخب المغربي الشقيق يعلن إصابة ثانية بفيروس كورونا بين صفوفه. وفي ألمانيا مدينة ميونخ بتمدد حظر الحضور الجماهيري للمباريات حتى 25 أكتوبر. السلطان زلطان تعافيه من كورونا، ده بيان اعلنه نادي ميلان الايطالي. بضربه جزاء ميسي يقود الارجنتين للفوز على الاكوادور في بدايه تصفيات المونديال امريكا الجنوبيه، وسواريز يتالق ويسجل في فوز اوروغواي على تشيلي بهدفين مقابل هدف. نهائي متوقع، نادال بيفوز على الارجنتيني شوارسمان بثلاث مجموعات للا شيء، وبعد ماراثون عنيف ديكوفيتش يهزم اليوناني تسيباس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين. ده كان